بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاليا الدنيا الصبح عندي، الله يصبحكم بالخير شباب وصبايا، يعطيكم العافية. وإن فترة مقطوعين عنكم أكثر من حوالي شهر زمان، إن شاء الله تخلص الأمور على خير ونرجع نشوفكم بالجامعة شخصيا. اليوم بدي أشرح لكم عن شابتر 4 اللي هي مادة الكويز رقم 2، عنوان الشابتر Management of Green Manures، يعني إدارة الزبل الأخضر. خلنا نقول Functions of Green Manuring، يعني شيء وظائف استخدام الزبل الأخضر. Green Manuring is the tilling or plowing of green growing plant residues into the ground to improve the condition of the soil. تعريفه نزرع محاصيل معينة وفي فترة بعد الإنبات بنقوم بحراثة هذه المحاصيل وتخليط النبات المزروع مع التربة حتى بالمستقبل يتحول هذا النبات إلى سماد عضوي. بشكل عام the green manures improve soil in several ways، يعني استخدام هذا الزبل أو السماد الأخضر بحسن التربة بعدة وسائل. أولا addition of organic matter، يعني استخدام هذا السماد الأخضر بيؤدي إلى زيادة المادة العضوية بالتربة. اثنين addition of nitrogen، يؤدي إلى زيادة كمية النيتروجين بالتربة أيضا. conservation of nutrients، آسف، بيحافظ على المواد أو العناصر الغذائية الموجودة بالتربة. أربعة protection of soil against erosion، برضو بحافظ على التربة وبخفف انجراف التربة. Turning a green manure into the soil adds 1 or 2 tons of dry matter per acre and is the surest أو certain. surest يعني جاي من sure، أكيد، certain method of increasing soil organic matter to give improvements in soil structure، يعني عملية حراثة المزروعات أو المحاصيل الخضراء بالعادة بضيف من 1 إلى 2 طن من المادة الجافة، اللي المادة نفس النبات لما يجف، للإيكر. وبأكد أو طريقة مؤكدة ومضمونة لإضافة المادة العضوية لتحسين التربة. Although some effects on soil conditioning such as aggregation may last for several years, most of the benefits occur in the season following incorporation of green manures. عادة لما نضيف الزبل أو السماد الأخضر إلى التربة يعني ممكن تأثيره يظل السنوات، ولكن الفائدة والتأثير المباشر يظهر بعد موسم واحد، يعني مباشرة بعد ما نضيف السماد الأخضر أو نخلطه مع التربة النبات، الموسم التالي مباشرة يبين آثاره الإيجابية على المحاصيل المزروعة بعده. Green manures decompose rapidly due to their succulence or moisture and about 75% of the organic matter will be rotted away in the first season. بالعادة هاي المحاصيل الخضراء اللي منخلطة مع التربة بتتحلل بسرعة. بسبب إيش؟ بسبب المويست اللي فيها أو succulence، يعني الرطوبة اللي فيها، لأن الرطوبة بتساعد على التحلل والتخمر. وحوالي 3/4 أو 75% من المادة العضوية أو المواد العضوية تظهر أو تتحلل أو تتخمر خلال أول موسم بعد خلطها مع التربة. إن النيتروجين is added to the soil if the green manure crop is a legume. Legumes are the major agronomic crops that fix nitrogen. بالعادة نزرع محصول بهدف نحوله لسماد محصول أخضر. إذا كان هذا المحصول لجيوم يعني إيش؟ بقولي، محصول بقولي. النيتروجين يضاف إلى التربة نتيجة تثبيت هاي المواد أو النباتات اللجيومز أو سمنها البقوليات، بتثبت النيتروجين بالتربة.
Infixation is a symbiotic process by which legumes incorporate N gas from the air into the ammonia. بالعادة إذا زرعنا محاصيل بقولية أو legumes بتساعد على تثبيت التربة، تمتص النيتروجين من الجو وبتثبته داخل التربة بيسموها تعايش. The symbiosis occurs أو التعايش كيف بصير in root nodules في عقد بكتيرية بنسميها formed by infection of roots with bacteria. البكتيريا بالعادة داخل التربة تعمل عقد بكتيرية في جذور النباتات البقولية أو الليجيومز البقوليات، وهاي العقد البكتيرية اللي هي من خلالها بثبت النيتروجين بالتربة. The amount of nitrogen added varies with the kind of legume, depending largely on the amount of dry matter that is produced. يعني كمية النيتروجين اللي بتثبت بالتربة بيعتمد على نوع النبات البقولي، مش كل البقوليات بتثبت نفس النسبة من النيتروجين داخل التربة. كل محصول له قدرة معينة على تثبيت كمية من النيتروجين. راح نشوف أسع فيه الشكل واحد كيف النيتروجين بتثبت، وفي جدول رقم 7 كميات النيتروجين اللي بتثبت من كل محصول. The benefits from the added N parallel those derived from the addition of organic matter. That's most of the benefits are in the first season of cropping after the green manure is tilled under. يعني الفائدة من النيتروجين المثبت داخل التربة توازي كمية المواد العضوية المضافة للتربة. يعني معظم الفائدة بتصير بالموسم الأول بعد إضافة green manure. هاي فيجر واحد بورينا تحت الخط هذا اللي بيمثل التربة نوديولز، يعني العقد البكتيرية اللي من خلالها بتثبت النيتروجين داخل التربة. جدول رقم 7 زي ما حكينا infixation by some leguminous crops، يعني كمية النيتروجين المثبتة بالتربة لكل محصول. كمية النيتروجين مقاسة بالباوند بير ايكر، يعني مثال الكروب السويت كلوفر بيثبت 200 باوند نيتروجين كل ايكر، الالفا الفا 150 باوند لكل ايكر، وهكذا. أقل شيء الجاردن بينز اند بيز، يعني فاصوليا ليوبي شغلات زي هاي بازيلا، أقل شيء وبثبتن أقل من 50 باوند نيتروجين بير ايكر. Non-leguminous used as green manures do not add into the soil. إذا استخدمنا محصول غير بقولي محصول عادي ما بثبت هذا المحصول أي نيتروجين داخل التربة. Non-leguminous however will help to conserve nutrients. بس الفائدة من استخدام المحاصيل غير البقولية في كسماد أخضر أو زبل أخضر اللي هو إيش بيعمل؟ بثبت بحاول يحافظ على النيوترينتس أو العناصر الغذائية داخل التربة. The roots of these crops will intercept or prevent nutrients that might otherwise be lost by leaching. بالعادة إذا كانت الأرض بير يعني جرداء فيش عليها إشي، لما يجيها مطر أو irrigation أي وسيلة ممكن بعض العناصر الغذائية تنزل مع الليتشنج يعني مع الانفلتريشن تنزل داخل التربة. بس وجود هاي النباتات غير البقولية على التربة جذورها بتساعد على تثبيت هاي العناصر الغذائية على سطح التربة ومنعها من الانفلتريشن أو الليتشنج أو أنها تنزل داخل التربة. راح نشوف الساعة figure 2 العملية. Nitrates are likely lost by leaching in all soils. عندنا النيتروجين بشكلين، قسم منه خدناها بجوز بالشابتر اللي قبليه أو بعدنا ما خدناها. المهم النيتريتس أو النيتروجين بيكون على شكلين. النيتريتس بتكون موجودة بالتربة تعمل ليتشنج بتنزل مع المي داخل التربة، والنوع الثاني اللي هو الأمونيا بالطاير بيعمل له إيفابوريشن ماشي الحال أو فولاتيلايزيشن. إذا النيتريتس اللي بتروح باي ليتشنج ان ذا سويل
and leaching potassium may occur in sandy soils. بالتربة الرملية ممكن بسهولة يقولنا بتمسك شمية التربة الرملية. فأي شيء بنحط عليه مي بنزل معها. ولكن وجود نباتات على هاي التربة جذورها بتمنع الليتشنج تبع النيتريتس أو البوتاسيوم. Also green manures help to stabilize soil against erosion. برضو وجود هاي النباتات على سطح التربة بتمنع أو بتخفف من انجراف التربة مقارنة مع التربة البير أو التربة الجرداء اللي ما في عليها نباتات. Non-leguminous grown to lessen leaching or stabilize soil are called catch crops or cover crops. المحاصيل غير البقولية المستخدمة أو تزرع من أجل الحفاظ على التربة من الانجراف والنيوترينس من الليتشنج بنسميها catch crops أو cover crops. Grasses, because of their shallow fibrous root systems, are excellent for this function. بعض الgrasses أو الأعشاب بسبب شكل roots تبعات الفايبرس يعني منتشرة بشكل fibers أو جذور عرضية بتعمل على حفظ التربة من الانجراف ومن تحافظ على النيوترينس داخل التربة. هاي مثال على بعض الفايبرس روتس كيف تمسك التربة. وال NO3 اللي هي النيتريت كيف موجودة بتحافظ عليها الروتس من الانجراف داخل أو الليتشنج داخل التربة. Frequently, cover crops are grown after the main crops have been harvested and are turned under at the beginning of the following season. بالعادة تزرع هاي المحاصيل cover crops أو grasses متى بالموسم التالي بعد إيش الحصاد. لما نحصد الموسم الحالي بعدين نزرع cover crops ونحرثها. To obtain maximum yields, some crops such as vegetables often are fertilized in excess of the amounts that they remove in the growing season. يعني حتى نحصل على كمية عالية من المحاصيل yield, محاصيل كمية كبيرة, أحيانا منسمد التربة أو منضيف نيتروجين للتربة بمقدار اللي تستهلكه النباتات. يعني نزرع محصول معين, خلينا نقول فيجيتابلز بندوره او كوسه او غيره او خيار, وبنعرف انه البندوره بتستهلك كميه معينه من النيتروجين خلال موسم نموها. فلو ضفنا هاي الكميه حتى نضمن انه المحصول اللي زارعينه الخضار مثلا يحصل على كميته من غير نقص, ممكن نضيف نيتروجين بهاي الكميه. يكاتش كروب ويوتيلايز ذيس نيوتريانتس اند بروتكت اجينست ذير لوس and potential entry into groundwater or surface water. يعني هذا المحصول ممكن يستهلك هاي النيوترينتس وبمنعها من الضياع إما بواسطة الليتشنج أو غيره. Most vegetable crops leave little residues on the ground after harvest. A cover crop following vegetable crops will protect the soil from erosion by fall winter and spring rains. خضروات بشكل عام لما يخلص موسمها ما بتخلي غطاء كافي على سطح التربة, يعني مش كل التربة بتكون مغطاة. عشان هيك لازم بعد ما نخلص من موسم الفيجيتابلز مثلا المحاصيل الصيفية نزرع بعض ايش المحاصيل النون ليجيومز لو جرين مانيور حتى نمنع التربة من انجراف, لأنه بعد الموسم الجاي الفول والسبرينج لو الربيع والخريف والشتوية بنزل مطر غزير. فإذا كانت الأرض بير جرداء فيش عليها إشي ممكن الانجراف يكون بسهولة. بس إن كانت مزروعة في محصول كفر كروب ممكن يحميها من الانجراف. Selection of a crop for green manuring. كيف نختار محصول معين أو نبات معين ونستخدمه ك green manure يعني سماد أو زبل أخضر. An ideal green manure has several desirable characteristics. يعني المحصول حتى نستخدمه ك green manure
لازم يكون في عنده بعض الصفات المثالية. أولا cheap to seed، بتعرف المزارع أو الفلاح لما يزرع أي محصول الهدف من زراعته كلها الحصول على الفلوس آخر الموسم، المصاري. فإذا بده المصاري حتى أنه يزرع موسم كويس ويستفيد منه وقبله يزرع green manure وبكلفه، ما استفدناش شيء. فلازم يكون green manure اللي بيستخدمه cheap، يعني بذوره رخيصة ما بيكلفوش شيء ماديا. اثنين established easily. الميزة الثانية لازم يكون يعني لما تزرعه بسرعة ينمو ما يطولش كويس. ثلاثة grows well in poor soil، لازم يكون ينمو بشكل جيد في التربة الضعيفة، التربة اللي فيهاش سماد مش خصبة. أربعة covers the ground quickly، لازم بعد نموه يغطي التربة. نقول لازم يغطي التربة حتى يمنع انجرافة إذا كان مثلا مطر أجا، وحتى إذا فيها شوية رطوبة كمان لما يغطيها بيمنع الإيفابوريشن، بالتالي بيحافظ على الرطوبة داخل التربة. grows rapidly، سريع النمو، يعني بتوش وقت. بتعرفوا بعض النباتات بتطول حتى تطلع، نباتات سريعة النمو. produces abundant and succulent top growth، لما ينمو هذا النبات اللي بنستخدمه كزبل أو سماد أخضر لازم له يكون مجموع خضري كثيف. adds N to the soil، لازم هذا المحصول يضيف لنا N للتربة، يعني بشكل عام يكون بقولي. إذن هاي خصائص للنبات اللي بنستخدمه كسماد أو زبل أخضر. A green manure crop should be easy to establish and to grow in poor soil، قلنا لازم يكون ينمو بسهولة وخاصة بالتربة الضعيفة. احنا بدنا اصلا نزرع بتربة ضعيفة مش خصبة حتى نحسن من خواصها، فعشان هيك لازم ينجح بهاي التربة. Infertile soils are the ones that will benefit most of the green manure، الترب غير الخصبة اللي هي بتستفيد منه اكثر من غيرها لان بنحسنها. Green manures are needed to enhance the water holding and the nutrient retention capacity of sandy soils، نستخدم هذا النبات حتى نحسن من عملية الـ water holding اللي هي ايش؟ تمسك بالماء، يعني لما نسقي الأرض مية ما تروحش بالليشنج على طول، تظل محتفظة فيها. فوجود هذا النبات داخل السويل خاصة sandy soil أو التربة الرملية، بالعادة التربة الرملية لحالها ما بتمسك مية، بس لما تكون مزروعة ممكن هذا النبات يحسن من خصائصها اللي يصير تحمل مية وايش كمان نيوترينتس، تحافظ على المياه وتحافظ على العناصر الغذائية داخل التربة. clay soils will benefit from the aggregation that will be promoted by the addition of organic matter، يعني التربة برضه الكلي او التربة الطينية لحالها مش كويسة مش مناسبة، فلما نضيف لها green manure والجرين مانيور بيضيف لها أورجانيك ماتر مادة عضوية بحسن من خواصها وبعملها بروموشن تحسين. In addition the crop should require a low level of fertility with respect to plant nutrients، نفس الوقت بالإضافة لذلك لازم المحصول بدنا نزرعه كسماد أخضر أو جرين مانيور إيش يكون بحاجة بسيطة إلى يعني الخصوبة. It take out to keep the cost of production low. One does not want to fertilize the green manure crop to get it to grow. احنا قلنا لازم يكون مناسب لتربة ضعيفة. إذا بدنا نشتري سماد وما بنجحش بتربة ضعيفة ونسمده ما استفدناش شيء، ما وفرناش. بدنا نزرعه لأنه رخيص قلنا قبل شوي وتشيب. فلازم نزرعه بتربة مش بحاجة حتى نسمده حتى يطلع. However, if the soil is so infertile that the green manure crop will not grow, fertilizer should be applied. ولكن إذا كانت التربة ضعيفة بشكل كبير جدا، يعني لا يمكن النبات إنه يطلع فيها إلا بالتسميد، نضطر نسمد. Otherwise, the growth of the green manure will be so poor that no benefits occur. غير هيك يعني إذا مش بحاجة ماسة للسماد، لازم ما نسمدش. نضطرينا بنسمد حسب الحاجة أقل كمية ممكنة. The crop
should be rapid growing so that it will fit conveniently into a crop rotation. قلنا لازم يكون سريع النمو، لأنه إحنا ممكن بالدورة الزراعية نستخدم مثلا بنفس السنة green manure ونستخدم محصول أصلي عادي، فبدنا نزرعه ينمو بشكل كبير وبسرعة ونحرثه قبل ما نزرع المحصول الأصلي اللي بعده، عشان هيك لازم يكون سريع النمو. No more than one year should be required to produce the green manure crop. يعني لازم نستخدم محصول اللي ما يكون بحاجة لأكثر من سنة حتى ينمو وينحرث ويتخلط مع التربة. Any longer period of time will take the land from production of the main crop for too long. يعني إذا جبنا محصول وبده أكثر من سنة بنكون بالحالة هي عطلنا الأرض أكثر من سنة وخسرنا موسم زراعي أو أكثر. An ideal situation occurs when the supplemental crop can be grown between the times that one main crop is harvested in the fall and the next one is planted in the spring. يعني الوضع المثالي إنه نجيب محصول نزرعه بعد حصاد نبات معين بالفول بالخريف ونحصده هذا نخلطه مع التربة قبل زراعة الموسم الثاني بنفس السنة في الربيع. This situation occurs most often in warm climates. يعني في المناطق الحارة ممكن هذا الكلام يزبط، إنه نزرع محصول أصلي نحصده بعد الحصاد نزرع نبات مشان نعمله كجرين مانيور بعدين نقلبه مع التربة، وبعد فترة بنفس السنة نزرع محصول ثاني ونستفيد منه. The green manure crop should cover the ground quickly to protect the soil from erosion. قلنا كمان من ميزات النبات الأصلي نستخدمه إنه يغطي التربة بشكل جيد، حتى لما يغطيها يخفف أو يمنع من إيش انجراف التربة. The total growth should be at least 18-24 inches. يعني لازم يكون طول النبات المناسب والممتاز من 18-24 بوصة، يعني 45-60 سنتيمتر حوالي نص متر تقريبا average to produce enough organic matter that will improve the conditions of the soil. يعني إذا النبات وصل هاي المرحلة إنه صار طوله حوالي نص متر ممكن يكون في مادة عضوية كفاية لتحسن ظروف التربة المزروع فيها. Almost any plant that meets this criteria is suitable as green manure crop. أي محصول بحقق هاي الأهداف اللي بكون ينمو بسرعة يكون رخيص يكون يغطي التربة بشكل جيد ما يكونش بحاجة للسماد، هذا النبات بكون يعني نبات مناسب جدا لاستخدامه كجرين مانيور. Some plants that are used commonly as green manure listed table 9. هاي التيبل جدول رقم 9 بعض النباتات المستخدمة بشكل عام كجرين مانيور. في عندنا عشمال قائمة بالنباتات النون ليجيومز اللي هي المحاصيل غير البقولية، وعلى اليمين الليجيومز مثال مثلا النون ليجيومز الراي الأوتس الميلت البكويت، الليجيومز مثل الألفا ألفا سويت كلوفر كريمزون كلوفر فيتشز صويبين وغيره. هاي أمثلة على أشكال بعض النباتات المستخدمة كجرين مانيور سويت كلوفر صويبين الصوي بودز سويت كلوفر وايت أنديلو كريمزون كلوفر كاوبي سيدز كاوبي سيراديلا ميلت فرايتي إسكس ريب سيد لاسبيتيزيا لادينو كلوفر لاسبيتيزيا